لا نغتنم الفرص ولكن نقول الحقيقة الواقع يشهد بذلك. فأنا جد متأسف أنني كنسمع مثل هذه الارتسامات، ارتسامات التشاؤم. من دفع بمثل هذا الشاب وشباب آخرين كثر اللي يدخلوا في هذه الدائرة نتاع الشؤم؟ مأمن وخصنا نتسألوا، يعني لابد من استحضار الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي اللي كتعيشوا البلاد. سي عبد الله تكلم وقال بأنه الحكومة لما جات لقات واحد الوضع فيه إضرابات وفيه 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 توترات مزيان، ولكن خصنا نطرحوا السؤال، كيف تم التعامل مع هذه الإضرابات؟ وكيف تم التعامل مع الفئات التي كانت تطالب بحقها في التشغيل، في الصحة، في التعليم؟ يجب خصنا نرجعوا شويه اللوط ونشوفوا كيف استمع مزيان. لما كنتكلموا على القطاع التعليم والصحة مزيان، إذا نسبوا على سبيل المثال، قال سي عبد الله بأنه اللي أثر على التعليم اليوم العمومي هي المغادرة الطوعية. إذا خصنا نطرحوا السؤال، من دفع هؤلاء لكي يلتجئوا إلى المغادرة الطوعية؟ هل التجأوا إلى المغادرة الطوعية طوعا أم إكراها؟ هذا خصنا نسوله. لولا ما كان سيحصل ولقد حصل، هو الذي دفع بهؤلاء الفئة المثقفة الكبيرة وكانت من خيرة الناس. واش كتعرفوا المغادرة الطوعية تقرب 25,000 اللي خرجت، خيرة المدرسين، خيرة الأساتذة في المغرب خرجوا لأنهم كانوا خايفين من القانون تاع التقاعد، وحصل. إذن حنا دفعناهم باش ياخذوا هذا القرار هذا. تخرج المدرسين، ما هو القصة ما نساوهاش. من دفع بهؤلاء المدرسين باش يتم اليوم التأخر؟ ونستحضروا هذا الواقع هذا، والمواطنين كلهم كيعرفوه، راه يعني التنكيل الذي حصل لهؤلاء راه مسجل ويعرفه الجميع، وفي آخر المطاف تنسويو معهم الوضعية بقوة الواقع. لماذا؟ لا، لماذا الإنسان يبقى متشبت واحد القرار اللي هو خاطئ؟ ما كناش نوصلوا لهذه الكارثة، هذه ما كناش نوصلوا لها. أرنا الصحة نسبوع على سبيل المثال مكناش، وتنقولوا الرامي 9 مليون خطات بطاقة. ما هو الدور هذه البطاقة؟ استرد بطاقة فارغة. خذ على سبيل المثال مكناس، البنية التحتية لم يطرأ عليها ولو تغيير بسيط جزئي خلال هذه الفترة هذه نتاع الحكومة الحالية، باش ما نزبتش حزب معين، ولكن الحكومة الحالية لم يستفيد القطاع التعليم ولا القطاع الصحي بأي أولوية، بل بالعكس نكتشف والكل يكتشف أنه ندفع الناس دفعا لكي ينخرطوا في القطاع الخاص. فالقطاع العمومي في التعليم أصبح لا يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وهذا خطأ فادح، لأن التعليم والصحة هي قطاعات اجتماعية بامتياز. خاص الحكومة تخصص ما يمكن تخصيصه، وخصها تكون من الأولويات الأولى. ولكن أنا في الحقيقة تنستغرب كيفاش الناس اللي في الحكومة اليوم البرامج تقولوا برامج، أنا أتحداهم يقولوا حطوا شي برامج، حطوا شعارات، حطوا رؤية، حطوا مشروع. أنا كنت أتمنى الناس اللي اليوم كيسيروا البلاد أنهم يجيبوا لنا أرقام يقول لنا شحال خصو التعليم، وشحال الحكومة غادا تخصص، وشحال كان مخصص للصحة، وشحال هاد الحكومة وشحال غادي يتم التخصيص بالنسبة لكل حزب. هادشي ما كاينش. علاش؟ لأنه ما يمكنش هاد الحكومة هادي تخصص مبالغ، لأن هذيك المبالغ تتولي التزام، وحتى واحد ما باغي يلتزم، لأن في الوقت اللي تنقول لك أنا الميزانية نتاع التعليم أو الميزانية نتاع الصحة فيها قد نتاع الملايين، وأنا سأعمل على الزيادة خلال هذه 5 سنوات أو 6 سنوات بما يقارب كذا وكذا كل سنة، لا أحد عمل هذه الزيادة. وفي حين الحكومة كتعرف شنو وقع في الواقع، راه عارفة البنية التحتية كيف قلت مدينة مكناس جد متردية. الانسان كيمشي بالبطاقه ديالو لما يسمى بطاقه تاع الرميد،
وكيوقف كايتي هو هو تيموت وخصو يصدر رونديفو في السور 7 سور كاين اللي عنده عام الرونديفو. فين هو الدواء؟ الدواء كيسريو الناس على برا، كيسريو الناس على برا لولا المحسنين اللي كيفرقوا راك اغلب الناس. الناس كطيح سي خلال داك الرونديفو، ونقولها لك الناس كتموت، كاين اللي كيموت في المرض ديالو، لان كاين اللي والدكتور عبد الله راه طبيب وكيعرف بان بعض الحالات لا تستحمل التاخير. علاش؟ لانه مستشفى محمد الخامس لا كاباسيتي ديالو ضعيفه جدا، بالعكس نقصات. خصكم تمشيو تشوفوا الظروف اللي كيعيشوا فيها الاطباء والممرضين. بعد الاطباء ما بقاوش عندهم ممرضين، راه اللي خرج من الممرضين هاد السنه هادي واحد النقص حاد في الممرضين في القطاع الصحي. اللي خرج ما كيتعوض، اللي خرج ما كيتعوض. سيروا تشوفوا راه الاطباء خدامين معاهم لي ستاجيير، لي ستاجيير خدامين مع الاطباء. ما اما البنيه التحتيه حدت ولا حرج، السكانير دائما خاسر، كل شيء دائما خاسر. لا 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 احنا شوف، احنا كنا مغاربه والاحزاب كلها احزاب مواطنه، فيجب ان نتحدى الواقع ويجب ان نعترف بالنقص الحاصل. وهذا الشيء مش زاد، خصنا نعرفوا شنو كان وكيفاش كان الاقتصاد نتاع المغرب، خصنا نعرفوه. واش اخباركم دابا اليوم؟ اليوم صدر تقرير جديد، عاد صدر يلا هادي واحد يومين او ثلاث ايام، صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اللي انعقد بسويسرا. اش تيقول؟ راه هذا هو المشكل اللي خصنا نعرفو. راه تيصنف الاقتصاد المغربي في مراتب جد متدنيه في مؤشر التنافسيه العالميه 2016 2017، وراه كيحط المرتبه 70 عالميا الان. وهذا الشيء خصنا ناخذوه بجديه وخصنا نعرفوه. أرى لما تنتكلموا سي عبد الله تكلم على نسبة النمو كيف كانت وكيف كانت، الوعود تاع الحكومة في الأول شحال كانت تتقول ملتزمة بالنسبة للنمو؟ 7%، 6%، إيوا على عين شحال كان؟ كام؟ كان البرنامج الحكومي كيتكلم على 5.5، هو 5 كان تحقق في 2015 ما رجعوش للور 4.1. علاش؟ بسبابات 4.1 وانا كاين التقارير، كاين التقارير هو 4.1 4.3 على اي الاقتصاديين كيعرفوا هذه النسبه. انا تنأكد لك 4.1 لانه كانت سنه فلاحيه استثنائيه 2015، في سنه فلاحيه استثنائيه في 2015. اليوم 2016 شحال هي؟ شحال غادي نوصلوا في النمو؟ شحال نقصوا في نسبه النمو؟ 2%، 2% 2% ما قالت حتى واحد. انا نقول لك شكون قالها، انا اسمح لي، ها هو عندي التقرير ديال البنك المغربي كيقول 2%، البنك المغربي قال 2%، 2.5. لا ايوا سي عبد الله، واش كنداو نلعبوا بالفاصله؟ وانا نمشي معاك، نمشي معاك 2.5. شوف نمشي معاك 2.5، نمشي معاك 2.5، وها 2.5 تحققها الحكومه الحاليه. اي شنو؟ اذا نضرب التشغيل في الصفر، نضرب لنا كل شيء في الصفر، البطاله راه وصلت 10% وزياده. يعني راه حنا انا شوف لا اجادلك ولا اطعن في احد بقدر ما اقول الواقع الذي نعيشه. راه حنا اللي وصلنا الناس للتشاؤم، حنا اللي وصلنا الناس للتشاؤم، وهذا علاش انا كنطلب من الناس انهم يقبلون على التصويت، يقبلون على التصويت. كيف قلتي ما يهمش، ولكن ضروري. انا كيف قلت راه اما ستنتج حكومه اللي غتبقى مرتهنه في المؤسسات الماليه، لان شنو واقع الواحد؟ الحكومه الحاليه خصها تحتفظ على الماكرو، ما يسمى الماكرو اقتصادي، خصها تحتفظ على نسبه تضخم متدنيه، خصها تحتفظ على ايوا واش قضينا. ايوا انت راه تعمل وتعمل وتعمل ما عطاش نتائج. اليوم حنا كنا امل انه يتم التغيير في هذا الاقتصاد المغربي. واش حنا غنبقاو دائما عندنا ثلاثه القطاعات مهمه جدا، ولكن هاد ثلاثة القطاعات راه مرتهنة بالظروف، الفلاحة والسياحة والفوسفات، هادو كلهم مرتهنين بظروف المناخ والظروف الخارجية والداخلية. إلى حتى غنبقاو كل حكومة تبقى هكا وضع راسها في قفص نتاع الارتهان. لا يمكن، لا يمكن. اللي كيشتغل في قطاع النقل العمومي وخاصة أصحاب السيارات الأجرة وبالأخص سيارات الأجرة الكبيرة اللي تكلم عليهم الأخ، هادو كيعانيو ثلاثة ديال الإشكالات. الإشكال الأول عام هو أنهم ما عندهمش تغطية صحية. الإشكال الثاني هو أنهم تلك الرخص
في بعض الحين ماشي ديالهم هما كيخدموا وكيخدموا باثمنه اللي هي زاهده يعني او زهيده واللي كتاثر على الوضعيه ديال الاجتماعيه. نعم. والمشكل الثالث اللي عندهم هو مشكل ديال انهم كيقدموا خدمه عموميه للمجتمع، ولكن الحكومه كيخصها دير واحد الدعم خاص لهذا النقل كما في بعض الدول كما كيتعطى النقل العمومي ديال الطوبيسات. فيما يتعلق بالنقطه الاولى الحكومه دارتها وغنكملوا عليها ودايرينها في البرنامج ديالنا هو التغطيه الصحيه. التغطيه الصحيه داز القانون جبناه في اخر ما هو ما يسمى بالقانون ديال التغطيه الصحيه للمستقلين واللي داخلين فيهم هاد الفئه. بالنسبه للعلاقه ديال ما بين اصحاب الرخص والناس اللي خدامين فيها الحكومه دارت اجراءات، ولكن دابا مفروض عليها خصنا نديروا اجراء يعني اكثر تقدما مما سبق. نعم. وهذا هو اللي غادي. اما الدعم فكاين صندوق اللي كتدعم به الحكومه يعني كتدعم به بالنسبه للاسطول المستعمل اللي كيكون متهالك، او الدعم اللي كتعطيه حتى بالنسبه للغازوال واللي دارت الصندوق وكنظن بانه كيستافدوا منه.